حياكم الله أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا، 100 مليار دولار. هاي ميزانية الدولة يوميا 150. هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 نعم. مليار اللي داخل بضاعة، اللي داخل بضاعة أقل المليار. 99 مليار دولار متسرب عملة. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة. هذا الملف انحال كله إلى النزاهة، والبنوك مملوكة لسياسيين، كل العشرة، العشر بنوك، العشرة السياسيين كرد وسنة وشيعة، ولا واحد انحكم من دون العشر بنوك اطلاقا، ولا واحد. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. طبعا يوم أمس مرت جلسة البرلمان التي عقدت بحضور 196 نائب دون أن يتم طرح أسماء المرشحين الثلاثة المتبقين في حكومة عادل عبد المهدي لتولي وزارات الدفاع والداخلية ووزارة العدل. هذه الجلسة، جلسة يوم أمس، كانت هي الجلسة التاسعة التي يخفق بها البرلمان لتأمين نصاب يسمح له بالتصويت على استكمال الوزارات المتبقية. وفقا لمسؤول في الدائرة القانونية للبرلمان، فإن جلسة السبت المقبل لا ينتظر منها إنجاز استحقاق إكمال التصويت على الوزارات المتبقية بسبب الخلافات الحادة بين القوى السياسية في البرلمان، ورجح أن يتم رفع فقرة التصويت على الوزارات من الجلسات البرلمانية المقبلة لحين التأكد من وجود توافق نهائي، كون الأمر بات محرجا وفقا لتعبيره. بيّن بأن تحالف البناء لا يزال إلى غاية اليوم متمسكا بترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وهو أمر يرفضه تحالف الإصلاح والإعمار بشكل مطلق، لافتا إلى أن جميع محاولات تقريب وجهات النظر فشلت، لذا لم يتم طرح المرشحين للتصويت خشية حدوث مشادات كلامية. في نفس السياق، عضو البرلمان عن تحالف البناء محمد كريم تحدث لصحيفة العربي الجديد بأن الكتل البرلمانية اتفقت على عدم طرح المرشحين للوزارات للتصويت في مجلس النواب قبل أن يتم التوافق عليهم بشكل كامل. أكد بأن الفياض لا يزال مرشح الكتلة الوحيد لتولي وزارة الداخلية، واعتبر بأن تأجيل طرح مرشحي الوزارات للتصويت جاء لكسب الوقت من أجل حصول توافق عليهم وعدم تضييق وقت جلسات مجلس النواب، وعبر عن أمله في أن تحل هذه أو أن تحل هذه المشكلة قريبا. من جهته، قال القيادي في تحالف سائرون المنضوي ضمن كتلة الإصلاح جاسم الحلفي في وقت سابق بأن عملية تشكيل الحكومة تشهد ارتباكا وتلكؤا بعد مرور 3 أشهر على تشكيلها منذ تكليف رئيسها عادل عبد المهدي في 2 أكتوبر 2021 من العام الماضي، واعتبر بأن رئيس الوزراء حصل على دعم لم يحظى به أي من رؤساء الوزراء بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. أضاف: كنا نأمل بأن تكون تسمية الوزراء على وفق معايير صارمة غير قابلة للمساومة، وانتقد طريقة اختيار الوزراء التي وصفها بالارتجالية. ونال عبد المهدي ثقة البرلمان مع 14 وزير كما هو معروف في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، تلا ذلك التصويت على عدد من الوزراء الآخرين باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والعدل. يعني يبدو هذا الأمر يعني تسمية وزير الداخلية ووزير العدل والدفاع راح يأخذ فترة طويلة، مثل ما يعني شهدنا في السنوات السابقة، كل حكومة تجي تأخذ لها مثلا 6 أشهر أو سنة حتى يتم التوافق على وزير في هذه الحكومة أو في تلك. موضوع متصل بالبرلمان وفي الحكومة هو موضوع
تسريب الوثائق، وثائق الفساد في العراق. تسريب الوثائق يعني صراع سياسي بأدوات أخرى، يعني هذه الظاهرة أصبحت أحد أوجه الفساد في العراق والابتزاز والتسقيط. خلونا نأخذ اتصال وبعدين ندخل في هذا الموضوع، موضوع تسريب الوثائق والمخاطبات الرسمية في العراق بعد العام 2003. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للوزارات الشاغلة يعني هي القادة الكتل، يعني ما جاي يتفقون على 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 شخصيات، لأن احنا نعرف هاي المحاصصة المقيتة اللي فرضت على العراقيين صار لها 15 سنة، يعني صراع سياسي على على من اللي يشغل هاي الوزارات السيادية، يعني يعني وزارة الداخلية معروفة هي سيطرت عليها تقريبا قيادات الحشد، يعني منظمة بدر وغيرها، فالشخصية اللي جاي تنطرح بالبرلمان أو بين قادة الكتل وبين أزقة السياسيين، يعني احنا نعرفهم هي كلها يعني مرفوضة، يعني جاي يصير صراع سياسي على الشخصية الفياض وغيره أو بقاء الوزير نفسه اللي صار له 4 سنوات أهم من طرح اسمه، يعني كلها صراع سياسي على محاصصة أستاذ، يعني مو ما يهمهم مصلحة الناس أو المصلحة العامة أو فرض الأمن أو في سبيل يجي وزير كفو يشغل هذا المنصب السيادي في سبيل يحقق جزء من الأمن المفقود تقريبا 100%. فشوف صراعاتهم مو على مصلحة شعب أو مصلحة بلد، صراعاتهم على منو الشخصية الفاسدة، وكل الشخصيات اللي انذكرت الوزارة الدفاع هم مجربين، يعني مثل ما قال المرجعية اللي يقول المجرب لا يجرب، كلهم مجربين وكلهم ناس عليهم شبهات وعليهم ملفات فساد، انطرحت عدة أسماء على وزارة الدفاع ووزارة الداخلية كلهم احنا نعرفهم ناس سيئين وناس عملاء، يعني شخص عميل هو ولاء لإيران وجاي يشغل منصب وزير داخلية وكان يقاتل مع الجيش الإيراني ضد الشعب العراقي وضد لا. أبناء الشعب العراقي خلال 8 سنوات، شلون تخلونه وزير؟ هذا أي وطنية يمتلك؟ فمصلحة العراقيين والمصلحة العامة بعيدة كل البعد عن كل سياسي يقول لك أنا أمثل الشيعة أو أمثل السنة أو أمثل الكرد أو أمثل غيرهم، ما تهمهم المصلحة العامة نهائياً أستاذ. والدليل أن استعراض الجيش العراقي ومعروف في ذكرى يعني تأسيس الجيش العراقي أن وزارة الدفاع ما بها وزير، يعني شلون عيد الجيش وزير دفاع ما منتخب من قبل القاعدة كلهم، يعني هذا يدل على أن فشلهم من البداية. وإحنا نشوف الإعلام اللي موجود داخل العراق وشون يمجد بعادل عبد المهدي وسوم عادل عبد المهدي كفو ونزيه، هو احنا نعرف اساسه مثل ما قبل المرحله السابقه كان حيدر العبادي وهم سوم حيدر العبادي ما له علاقه بحزب الدعوه وهذا يختلف وهذا دكتور وهذا كذا، كلهم ناس نفس التوجه عندهم، نفس السياق اللي راح يمشون به، نفس الخطه اللي مرسومه لهم راح ينفذوها باجنداتهم هم. فهذه الساحه حاليا اللي تشهد يعني مثل تواجد الأمريكان، وشوف احنا لا داخلية وزير اكو كفو في سبيل يتعامل مع الأمريكان بجدية او وزير دفاع يتعامل مع التواجد الأمريكي المحتل بمصداقية وبجدية، ما يهمهم مصلحة البلد ابدا، بعيدين كل البعد، ولا راح يختلف عادل عبد المهدي والتشكيلة مالته اللي يروجولها الإعلام الإعلام اللي ويا الدولة يروجون لأنه هو الشخص اللي راح ينقذ العراق. العراق يعني حاليا مستنقع، احنا الأمريكان والإيرانيين هم اللي يقررون من وزير الداخلية ومن وزير الدفاع، أما الشعب العراقي والشخصيات اللي انتخبوها العراقيين وصعدهم بالبرلمان ما لهم أي تأثير، صدق أستاذ ما لهم أي تأثير، كلها مجرد فائدات وماديات. زين صباح، يعني هو الإصرار، إصرار كتلة البناء على فالح الفياض، يعني ما معقولة أنه لا يوجد شخص من داخل الكتلة يستطيع أن يفيد الكتلة وزعامات هذه الكتلة إذا تولى وزارة الداخلية. برأيك ليش الإصرار على هذا الاسم؟ لا، تأثير فالح الفياض هو احنا نعرف تأثيره بالحشد شنو، كان يشغل عدة مناصب منها الأمن الوطني
ومنها مستشار ومنها يعني يعني عدة مناصب يشغل هو الفياض، وإلا تأثير بالسياسة الموجودة بالداخل العملية السياسية وبالذات الشيعة. خلينا نحكي حزب الدعوة وغيره، إلا تأثير على قيادات الشيعية الموجودة الفياض. فشفنا احنا عادل عبد المهدي من استصحب بالاستعراضات اللي صارت، اللي هاي الكذابة استعراضات هو الفياض ويا، هذا يدل على ان عادل عبد المهدي من ياخذه وياه ويطلعه بشغلات رسمية مناسبات رسمية بتصوير، ان يدل على انه موافق على هالشخصية. يعني عادل عبد المهدي انت شنو تطلع وياك الفياض بكل مناسبة استعراض او غيره؟ يعني يعني استاد هذا يعني يدل على ان المفروض فرض عليهم الفياض مفروض من قبل ايران على العمليه السياسيه برمتها. واكو عده معارضات من الصدريين وسائرون والقسم من السياسيين السنه على الفياض، لكن هو مفروض فرض استاذ، ولا المفروض اذا ما يعني اذا مرفوض جمله وتفصيل المفروض يعني كان صار بديل ترشيح شخص ثاني بديل عنه. لا. مثل ما وزارة الدفاع شفنا أكثر من اسم تداول على وزارة الدفاع سيم الجبوري وغيرها من الأسماء الضباط القدامى وغيرها وما حصلت الموافقة عليهم، الفياض ظل يعني جامح على وزارة الداخلية. هذا يدل أن ماكو بديل، لازم الفياض. فأنا أتوقع برأيي الشخصي أن الفياض راح يفرض على وزارة الداخلية فرض من قبل جارة السوق إيران، ويدل هذا على أن قاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني هم اللي جاي يديرون الوزارات وهم اللي يفرضون الشخصيات السياسية الموجودة بالساحة على أنها توافق على هذا الشخص أو ترفض الشخص الثاني. أستاذ نعم، أنا أشكرك. صباح من بغداد كان معنا. طبعا ظاهرة تسريب الوثائق والمخاطبات الرسمية في العراق كما أشرنا بأنها باتت أحد وجوه الفساد الإداري في العراق، عادة ما تجد طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك وتويتر، وهو ما يجعل الحكومة ويحرج الحكومة وتضطر في أكثر من مناسبة للتعهد بفتح تحقيق وتشكيل لجان تحقيق طبعا دون نتائج تذكر حول الجهات التي سربت تلك الوثائق، تحديدا الوثائق العسكرية الأمنية منها ومحاسبة المتورطين فيها، ولا يقتصر الأمر على دائرة أو مؤسسة بعينها، إذ أن الأمر يشمل جميع مفاصل الحكومة ووزاراتها والمؤسسات التابعة لها والتي تتضمن على الأغلب قرارات مصيرية بشأن إجراءات مستقبلية وأحداث ماضية، بالإضافة إلى احتواء بعضها على هوامش لمطلوبين القضاء بتهم عدة منها الإرهاب اختلاس المال العام، وليس يعني فقط انتشار هذه الوثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها فيسبوك وهو الأكثر استخداما عند العراقيين، ليتم عبرها شرح مضامين الوثائق والغرض منها فضلا عن أسباب صدورها والجهات المخولة بإصدارها. وعادة ما يعمل العراقيون على تحليل الكثير من تلك الوثائق لا سيما المرتبطة بأسماء مهمة في الحكومة وتورطهم بالتوقيع على ما لا يخدم المصالح العامة للشعب، وفي العديد من المرات يحصل أن تنتشر وثيقة عن حادثة ما ويعرف المسؤولون عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يطلع مسؤول يقول لك والله ما أنا ما أعرف بهذا الموضوع شفته على الفيسبوك. تتعامل طبعا وسائل الإعلام المحلية في العراق بانتقائية شديدة مع ما يسرب من وثائق بالاعتماد على موظفين مقربين من السلطات العليا أبرزها الحكومة والبرلمان، وهم متحزبون يتم تسريب ما ينفع الحزب لضرب الحزب الآخر أو ضرب الخصم الآخر، مو جاية مثلا القنوات بشكل عام في العراق أنه تفتح كل ملفات الفساد، يعني مثلا تابع العمار الحكيم ما راح تقول لك مثلا والله احنا عندنا وثائق تثبت فساد نواب في تيار الحكمة او في المجلس الاعلى، لا، مثل ما صار مثلا قبل كم يوم اللي صار مشادة بينه وبين قيس الخزعلي، بين عمار الحكيم بين تيار الحكمة وبين قيس الخزعلي بالتحديد، ما تم تصريح عبر قناة الفرات من قتل لشخص مالك مطعم في بغداد على يد أحد عناصر العصاب، وبعدين علقت بين الجماعة وبدأت هذا يقول له أنت سرقت مصفى بيجي، هذا يقول له لا أنت طلع السراق من عندك، فهكذا الأمر اللي صاير. والأمر نفسه مع موظفي الحزب الخصم، يعني
تم تجنيدهم لوسائل الإعلام لضرب أحزاب أخرى، وهكذا تجري العملية بحسب مسؤولين وبرلمانيين. هيك عما يتم تسريبه من قبل المسؤولين أنفسهم عبر الإعلام لضرب خصومهم الأحزاب الهادية التي لا تتعامل يعني وسائل إعلامها بابتزاز الآخرين، مثل يعني هناك عدد منها بعض الأحزاب اللي تدعي المدنية في البلاد، بالإضافة إلى يعني أحزاب أخرى تعمل وفق كما يقولون، يقول لك إحنا نعمل وفق مراقبين، إحنا ما جايين مثلا نسقط الآخر. ويعني الحكومة والبرلمان يعني تعرضوا إلى كما يقال، ولو يمكن هذا الأمر أصبح بعيد جدا، حرج كبير. يعني هذه الكلمة كما نقلتها صحيفة العرب الجديد، بأن الحكومة تتعرض بين الحين والآخر إلى حرج كبير جراء تسرب وثائق رسمية مرتبطة بعمل مجلسي الوزراء والبرلمان. يعني أصبح يعني كشف وثائق فساد والحديث عن أنه تشكيل لجان تحقيقية حول هذا الموضوع، يعني أصبح من البديهيات في العراق، من الأمور اللي اعتاد عليها المواطن. لأن يعني إذا رأس الهرم والحكومة والبرلمان وصلوا إلى هذه المستويات من الفساد، وهم يسيطرون على السلطة، هم يسيطرون على هذه اللجان، هم يسيطرون على البرلمان، فالموضوع أصبح بيناتهم. يعني بحسب مصدر مقرب من مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بأن تسرب المخاطبات السرية من الدوائر والمؤسسات الحساسة بات ظاهرة يعمل عليها الصحفيون والموظفون في هذه الدوائر، بالإضافة إلى تكريس مفهوم الاجتهاد الشخصي من قبل بعض المسؤولين لضرب خصومهم. ذكر بأن مجلس النواب أقر قانون عام 2016 وصادق عليه رئيس الجمهورية، ينص على الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية، مثلا الأكاديمية والتاريخية العائدة إلى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما، بالإضافة إلى الوثائق العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع العام والوثائق المالية والأمنية والسياسية والاقتصادية العائدة إلى مؤسسات النظام السابق، وما أثار ضجة شعبية. ويعني في حينها هو تضمين وثائق الأحزاب، ولكن مع ذلك لم يمنع هذا القانون من تسرب هذه الوثائق إلى الصحافة والبدء بتسقيط أحزاب فيما بينها. معنا اتصال، ما سمعت الاسم؟ نعم. إذن أعزائي المشاهدين، مستمرون معكم بهذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. في نفس سياق تسريب الوثائق، يعني النائبة ندى شاكر تحدثت بأن أطرافا حزبية داخل الوزارات والمؤسسات الحساسة والمهمة تقوم بتسريب الكتب الرسمية، وكل طرف منها يحاول إسقاط الحزب الآخر المنافس له في العمل أو الصفقات عبر الإطاحة به وفضحه أمام الرأي العام بشبهات فساد، مع العلم بأنهم كلهم مشاركون بهذا الفساد كما قالت. لفتت إلى أن الصراع الحزبي بين الكيانات السياسية هو السبب وراء تسرب وثائق معينة من أجل ضرب أحزاب أو جهات أخرى. يعني الموضوع ليس حبا بالعراق وبثروات العراق، وإنما للتسقيط من هذا التسريب. يعني وبهذه الطريقة لن نتمكن كما تقول من بناء دولة قوية أبدا. إلى ذلك اعتبر يعني أحد الباحثين بأن وكالات الأخبار العالمية وبعض الصحف العربية لها متعاونون مع موظفي الدولة الذين يخدمون في مراكز السلطة الحساسة
لذا فإن الإعلام العربي والغربي في تطور كما يقول من الإعلام المحلي، ومن هذا المنطلق بدأت وسائل إعلام محلية باستمالة موظفين في الوزارات والدوائر الأمنية من أجل تسريب وثائق مهمة وخطيرة مقابل رواتب شهرية تعطيها هذه المؤسسات الإعلامية والصحفية للموظفين. وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر من أدوات بث ونشر معلومات محلية عن طريق عيون ومخبرين، كما قال في دهاليز مقرات الرئاسات والوزارات، وهي عملية جاسوسية إعلامية وتوظيف جديد للإعلام في دائرة التجسس كما يقول. لذا على المسؤولين في دوائر صنع القرار حين يتناهى إلى سمعهم خبر مسرب عليهم ومعلومات في مجالسهم، فإن عليهم إعادة النظر بالأشخاص الذين يعملون بقربهم من الإعلاميين والمستشارين. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أم أزهار. تسريب الوثائق هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى هاي الوضعية في العراق مع الأسف الشديد، بس أريد أسألك بغضة بالتحديد أم أزهار. نعم. أزهار، يعني تسريب الوثائق مثلا يطلع شخصية حزبية زعيم كتلة يطلع يقول لك والله مثلا الحزب الفلاني سرق كذا 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 وهاي وثائق، تمام؟ يطلع الآخر كذلك يسقط الحزب الآخر، الموضوع كله موضوع تسقيط، مو موضوع مثلا حب بالبلد أو كشف ملفات فساد. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ أولا هم هالزمرة اللي اجت ما حبا للوطن، لأن هم زمرة اجوا متعاونين لتخريب هذا الوطن. وإذا التسريبات الموجودة في الفيديو أشكال ألوان، يطلع لقاءات ويطلع ملفات ويطلع فلان وعلان باق هالقد وفلان علان باق هالقد. لكن يا حكومة اللي اجت من 2003 إلى هذا اليوم طلعت لنا شخص من هذول الباقيين وحاسبتهم، هاي مو حكومة، هذول زمرة اجوا عصابات اجوا لتصفية هذا البلد وتدميره، وخاصة عندهم جنسيات متعددة، وخاصة إيران الدعم الأكبر لهم، لأن إيران هي مسلطة على العراق كله هسه بزمرتها من الأحزاب هاي المالكي والبدر والعصائب وكل هذول اللي كانوا مذلولين في إيران اجوا لنا صاروا أوادم براسنا. لكن أنا أتعجب هذا الشعب لما دا يشوف هالملفات ولما دا يشوف الفيديو المنتشر بالتليفونات ومنتشر بالقنوات ويعرف كل فساد هذول الموجودين من البرلمانيين إلى الوزراء إلى الحكام من رئيس الأفعى إلى فلاحهم إلى الخادم مالتهم. نعم. كلهم فاسدين، كلهم يتعاملون بالمادة، ما يتعاملون لتسوية هذا البلد أو لبناءه، وما حد يحكي ما حد يقول. يعني عندنا هواية مثقفين وعندنا هواية داركين وعندنا هواية بيوت بها أسلحة وعندنا هواية كل شيء عندنا هنا بالعراق كله من شماله إلى جنوبه، لا يقولون ماكو سلاح بس أكو جبن أكو نعم. الخوف اللي كاتلهم هذا شوف يمتى راح يتوحدون يخلون ايد بايد من جنوبهم، الجنوب اللي ده يعاني ما يعاني وموصل ده تعاني ما تعاني وبغداد ما يعاني كل المحافظات ده تعاني، يمتى راح يلتمون ويمتى راح يفكرون انهم يتحدون يخلون ايد بايد وينتصرون على هالزمرة اللي اجت لنا من ايران واللي دمرتنا تدمر امريكا واسرائيل هي اهم تدعمهم
احنا صاحب قتال، بس احنا ما نعرف شنو مصيرنا. احنا الامريكان تتمشى في شوارع بغداد وزيارات متعاقبة من إيران ومن أردن ومن من تركيا ومن كل مكان. إحنا شنو المقر؟ شنو بس رد نفتهم إحنا مقرنا شنو صار؟ هل مقر ساحة قتال إحنا أو تصفية حسابات ويا والدول العربية متشاركة وياهم، وهي هي هي الأفعى الثاني من بعد إيران. ما اريد اجيب اسماء، هم معروفين والشعب العراقي كلش يعرفهم، الدول العربيه اللي مستانده ويا هالاحزاب واللي تساندهم. وان شاء الله ان شاء الله يا رب تجي لنا قوه خارجيه. احنا حسب ما عندنا فضل من رب العالمين انه لازم الحق ينتصر، لازم ينتصر، تجي لنا قوه خارجيه وتقضي على هذا البلد. هذول الزمره الخائنه بتخليهم يركضون ويلحقون، وكل ما اخطر من العراق يرجع الى العراق ان شاء الله باذن الله. طول ما احنا عقيدتنا هو رب العالمين ودعائنا الى رب العالمين، فاحنا المنتصرين ان شاء الله. وانا اشكرك. شكرا ام ازهار من بغداد كانت معنا. موضوع تسريب الوثائق، يعني أحد الصحفيين تحدث إلى صحيفة العربي الجديد كما جاء في هذا المقال، يعني قال، وهو اسمه محمد عماد، يعني قال بأن تسريب الوثائق من مؤسسات الدولة يتم عن طريق بعض الموظفين الذين رشحتهم الأحزاب للخدمة في دوائر الحكومة الحساسة، وهم يعملون على تسريب هذه الوثائق لقادة أحزابهم أو مسؤولين في الأحزاب، والأحزاب هي من تقوم بتسريب بعض الوثائق من أجل إحراج الحكومة أو الضغط عليها، وتمارس هذه الطريقة على الأغلب لإحراج الوزراء من أجل الحصول على صفقات أو مقاولات تخدم فسادهم. أوضح بأنه بسبب تعاظم الظاهرة منعت بعض المؤسسات الأمنية الموظفين من إدخال الهواتف الذكية إلى مقار عملهم لمنع تسريب أي وثيقة. وأول دائرة كما قال باشرت بالأمر هي وزارة العدل، وهي على هذا الحال منذ أكثر من 4 سنين. قانونيا شرح القاضي سليمان الزوبعي كذلك لصحيفة العربي الجديد حول هذا الموضوع، قال بأن من حق وسائل الإعلام نشر ما يتحصل عليه من معلومات ووثائق حقيقية غير مزورة، ولا يحق لأحد محاسبة أي وسيلة إعلامية على نشر وثيقة ما لعدم وجود قانون يحكم الإعلام بنشر أوراق تم الحصول عليها. المهم أن تكون الوثائق والأوراق غير مزورة، وعلى الطرف المتضرر من الوثيقة أن يتوجه إلى المحاكم إذا كانت الوثائق غير حقيقية. معنا اتصال محمد من السماوة. تفضل محمد. من الناصرية عفوا. تفضل. اسمعني من التلفون مباشرة محمد، الله يخليك، نص التلفزيون للأخير. يا الله نصيت أخليك. نعم. دولة زمرة دولة حرامية معددين، وحرامية مخربطين. نعم. حرامية معددين معتبرين يعرفون كل الدين. جو دمار العراق ضلت الغائل در مرة وطايح حرم الشارع وهم يفرجون، خذهم براحتهم. عادل عبد المهدي شنو الوزراء؟ 42 مليار طاكر من الكلب ورجع علينا. ذاك بقى شو اسمه ورمى عظيم الشعب العراقي. نعم. يا الله في امان الله. محمد بن الناصرية كان معنا، طبعا الصوت كان غير واضح. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول علي برزنشي: القرار السيادي العراقي يصدر من أمريكا، فهي الحاكم الفعلي الخفي للعراق، وكل ما تشاهدونه أمامكم دمى لا تحل ولا تربط. وحينما تصدر من أمريكا قريبا قائمة الميليشيات المحظورة، سوف تلتهم الأحزاب بعضها البعض بدعم من واحد من المعممين المعروفين. هذا كله تمهيد لتقسيم العراق كما يقول إلى 3 مناطق فيدرالية، على العراقيين التخلي عن الطائفية والتوحد وأن لا يرفعوا السلاح على بعضهم. نعم. السلام من أبو حازم من الأحواز، أحييكم
على هذه الوقفة الشجاعة. وعليكم السلام ورحمة الله أبو حازم. نود كذلك أن شاركنا برأيك حول موضوع الحلقة. آخر أرسل رسالة يقول: يجب عليكم فتح تحقيق بشأن قيادات الجيش والرتب العسكرية التي تم القضاء عليهم بعمل عطل في سياراتهم في زمن نوري المالكي، مع العلم بأنهم خدموا في الجيش السابق فتم القضاء عليهم من أجل الثأر لإيران. آخر يقول: أخي حتى المعتوه كما يقول في العراق يعلم بأن هؤلاء العملاء جميعا من سنتهم وشيعتهم وأكرادهم يقادون عن طريق إيران، حتى المرجعية تأخذ أوامرها من إيران. كل الشعوب مرجعيتها وطنها، إلا في العراق يعبدون الأشخاص. طبعا مو كل الموجودين، مو كل الموجودين اللي يتم التعميم عنهم في هذا التعبير. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. فضلك يا أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كيف حالك يا أستاذ عمر؟ خير الحمد لله، الله يسلمك. تحية لك وتحية للقناة، تحية كادر القناة، تحية للإخوان المتصلين. يا أهلا الله يحفظك. أهلا وسهلا. بالنسبة لعملية الشيف بالعراق، هو راح يفرض عليهم هذا صالح سيد قصبا على لأنهم كلها الجمهر، هي كلها حكومة ميليشيات، ما فيها دولة، في سياسة بالعراق أصلا. نعم. فسياد راح يفرض على وزارة الداخلية قصبا عليهم، ولا وسوف يسكت ما يسمى بمقتدى الصدر. هذا كلهم ليس وطنيين، كلهم من أجل السرق، من أجل السرقات. نعم. وهي حكومة طبعا، شوف هذا بين ميليشيات هذا القدر القزعري وعمار الحكي، شوفوا كيف اعترفوا بالسرقات التي قام بها قيس القزعري بسرقات ممتلكات الدولة مثل مصافي البيدي. فهي لا يوجد حكومة العراق على الشعب، إذا لم ينهب الشعب العراقي ويطيح في هذه العصابات سوف يتدمر العراق. ولكن الأمل كبير بالشعب العراقي، شعب عريق وتاريخه عظيم، يعني إن شاء الله سوف ينتصر. وتحية لك وتحية القناة الخاصة. حياك الله أبو فيصل من السعودية كان معنا. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال مواضيع هذه الحلقة. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، أدري بس أريد أعرف ماكو رجال بس الفياض، شنو الدولة متوقفة على الفياض، متى تتحررون؟ نعم. أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيش. أستاذ، تحية لحضرتك ولكل لقناتكم الشريفة ولكل عراق الشريف. حياك الله. أستاذ ست أم زهراء تقول: إحنا بننتظر قوة خارجية من الخارج حتى نقوم بعملية التغيير. إيش إحنا شفينا إحنا كعراقيين؟ شفين العراقي؟ إيش العراقي الساكن بيشوف مآسي الحكومة هاي اللي تسوي بالعراقيين؟ يعني أكثر ما يعني هو هذا فساد بيناتهم، بين الحكومة بين الأحزاب وبين الجيشات، يأخذون الأوراق السرية، يقومون بعمليات حتى أخذها كورقة فقط على الحكومة. يعني هذا إحنا ما نعرفه، إحنا ننتظر قوة خارجية من الخارج حتى نقوم بعملية التغيير. ليش إحنا يعني هاي الثورات اللي صارت سابقا من 20 إلى الآن إلى 2003، منو قام بهذه التغييرات؟
الشعب العراقي، ما مفروض انه احنا ننتظر الدعم الخارجي حتى نقوم بعملية التغيير. ليش احنا شفينا؟ وين الوطنيين؟ ترى الشعب العراقي اذا تريد ترجع له، الفقراء والطبقة الوسطى هم هذول الوطنيين، هم هذول يقوم بعملية التغيير. ليش احنا شفينا ساكتين؟ ليش ننتظر؟ اما ننتظر يعني الموظف يقول لك انا والله ده اخذ راتب، الفقير قاعد ياكل من الزباله وما في خدمات، والشعب العراقي كله محروم من الخدمات. يعني هذا الوضع يعني اللي بنشوفه هو وضع. احنا بننتظر الحكومه شو وقت الكابينه مالتها تكمل يوميا اجتماع، زين هاي الاجتماعات البرلمانيه اللي بتصير شنو هدفها؟ شنو اللي طلعت به من انجاز للشعب العراقي؟ نعم العفو. احنا نشوف البرلمان هو دائما اجل خدمه الشعب، لا شفنا تغيير بالرواتب، لا في اليوم مكافأة للشعب العراقي، لا في وضع انه يقولون للشعب العراقي يابا نسوي لكم دور سكن. احنا يعني حنظل احنا العراق ترى كلها حجاره، عباره عن حجاره وعباره عن مع الاعتذار نفايات كلها في الشوارع. يعني هذا ما راح نحس احنا على نفسنا، احنا الى متى احنا نبقى؟ قالت الورقه السريه وقالت الحكومه وقال عادل عبد المهدي وقال الحل بوسي وقال ما ادري منو. يعني انتوا يا عراقيين ايش وقت ايش تركتوا مظاهرات البصره؟ لا حد يدق وياهم ولا احد يأيدهم ولا احد طلع بالمحافظات، والى متى هذا الوضع؟ انتوا يا عراقيين الى متى هذا الوضع؟ انت عاجبكم؟ عاجبكم هاي الطيانه والتربان وهاي الحجاره والزباين في الشوارع، والعراقي محروم من كل شيء، لا من راتب ولا تعيينات لا شيء. يعني هذا شنو الوضع هذا؟ انتوا يعني وين عايشين؟ والله العظيم انا بدي اتعذب على العراقيين. ليش ساكتين؟ ليش ساكتين؟ مسوي لكم سحر هذول الايرانيين؟ ما ادري. نعم زين ام عبد الله، احنا نجيبها على موضوع ليش ساكتين. زين احنا يعني كل من اللي قاوم الامريكان قالوا هذا ارهابي، وتم قتله واعتقاله واختلطت الاوراق في ذلك الوقت وصارت الفتنه، وبعدين افتعلت الحرب الطائفيه بال 2006، وراها الناس قامت تطالب بحقوقها، طلعوا تظاهرات 2011، وراها بال 2013 طلعوا تظاهرات في المحافظات الست المنتفضة، مظاهرات سلمية تطالب بأبسط الحقوق. وبعدين صار موضوع أنه هؤلاء دخلوا الدواعش وذولا سووا كذا، وتم افتعال كل هذه المسرحية، حرق الخيام اللي صار بالحويجة وغير الحويجة، كتلوا المتظاهرين. يعني هي السلطة مدعومة دوليا بالشكل حكومة ديمقراطية، وبالفعل والواقع ناس كل واحد يمثل دكتاتور بحد ذاته من القمع ومن الظلم. ده نشوف احنا اللي ده يصير مثل اللي صار بالبصره، سووا بالبصره ناشط يطلع يتكلم يغتال من قبل الميليشيات. فالموضوع انه الناس ليش ساكته؟ لان الناس المثقفه، الناس النخبه دعت تطلع تتظاهر كذا، ولكن هناك سلطة قمعية، هناك فقط اسم موجود ديمقراطية وحرية في البلد، لكن الواقع غير ذلك. فهناك أجهزة وهناك ميليشيات وهناك عصابات تقمع أي صوت يطلع في العراق، هذا اللي موجود. هناك عصابة، يعني احنا ما عندنا وزير فاسد أو عندنا مثلا مسؤول فاسد، لا، الكل هم بعظمة لسانهم ده يقول لك من أعلى سلطة في البلد إلى أصغر موظف موجود معهم. فالموضوع كبير، ومدعومين الجماعة دوليا وإقليميا على اسم أنه هؤلاء حكومة وذولا جايين يمثلون الشعب. وشفنا بالانتخابات الأخيرة 17% أو 18% كما يقولون هم، طبعا النتيجة اللي شاركوا يعني من نسبة العراقيين، بعدين صعدوها الجماعة سووها 44، لين عيب من الإعلام العربي والغربي، وكذلك حتى يحصلون على دعم.
طبعا هناك يعني لا يختلف اثنان، هناك مثلا ناس مستفاده، بس ايش قد يعني مستفادين من 35 مليون؟ مليون مليونين والباقي. حتى الموظف يريد يرتاح من يرجع من وظيفته، مو يلتهي قال المولده وقال المي وقال الغاز وقال كذا والشارع مطين وما مبلط والى اخره. بس هو الوضع يعني الموضوع كبير جدا، موضوع كبير جدا. حتى اذا الناس طلعت راح تصير يعني مثل هذا اللي نشوفه، ناس يطلع رافع علم ولافته يطالب بابسط الحقوق، يقول لك ذولا دواعش وذولا بعثيه وذولا كذا وذولا مثل محافظ البصره اسعد العيداني قال على المتظاهرين في البصره، قال لك ذولا تديرهم جماعه من فرنسا. يعني تخيل وين وصل التخوين بالناس، والناس طلعت في وقتها قالت لك احنا نريد مي حلو. اطلقوا عليهم الرصاص الحي، انقتلوا عشرات، تم اعتقال ناس، لغايه الان اكو ناس معتقلين واكو ناس مغيبين، تم اغتيال ناشطين. وهناك سلطات في العراق، وليس سلطه واحده، سلطات في العراق قمعيه، ميليشيات قمعيه، اي واحد يطلع راسه يقتل ويعذب، وهذا اللي صاير. اما وضع السجون فحدثي ولا حرج، ووضع الناس الابرياء اللي تم اعتقالهم لابتزازهم بالأموال، فالظلم اللي موجود في العراق ظلم كبير، ظلم كبير في العراق. فلهذا تجد الناس يعني مو راضي، بس يعني يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، أما هو ما راضي. أستاذ يعني راح نبقى ساكتين؟ لا ما ساكتين، طبعا ما نبقى ساكتين، بس انت لا تقولين انه الشعب كله ساكت وراضي بالوضعية، وهذا مو صحيح. هو يعني للحرية إلها يعني لازم تضحيات أستاذ، يعني ثورة العشرين اللي طلعوا بالمغاضير بالمغوار وهم ياخذوا أسلحة ورصاص، ما ماتوا من عندهم يعني. هذه إذا تريد تحب الحياة ابقى بالدل، وإذا تحب الحرية لازم تضحي ثمن الحرية. صح، والتغيير ما نعم والتغيير يعني على الإهانة هذه. بس على كيفك أبو عبد الله، على كيفك أبو عبد الله. أنا أشكرك، أشكرك أبو عبد الله من بغداد كانت معنا. والتغيير بالفعل، التغيير ما يجي بيوم وليلة، يعني ما معقولة أنه هاي أمريكا وحركت أساطيلها والمؤامرة مشتغلة على العراق صلها عشرات السنين حتى تجي أنت تقدر تغير في شهر أو في سنة. لا، الأمر يحتاج لوقت كبير، يحتاج إلى تغيير فكر الناس، والناس تكون واعية بالوضع اللي في العراق، ولا تقاد ولا تعبد أشخاص موجودين في العراق، لا، يكون إنه ولاء إلى بلده فقط. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. يحفظك الرحمن إن شاء الله. أنا أخوي عمر هي هاي كلها مؤامرة على العراق، يعني ما يتفقون أبدا، هو تمثيل ترى هذا، يعني هو يطلون وقت الأزمة. بين يعني الوقت يطيرون بي، هم متفقين على كل شيء، بس شنو كلها شلون تقول الشعب؟ يعني مثلا من الشعب مثلا يعني البصرة تريد مي حلوة، مو شيء صعب عليهم إذا هم حقيقيين يعني يحبون العراق، أو بس هم ما يحبون العراق. نحبني خدانات بالقرن كونكريت أصبرين وأمد بواري، ووقت ما يطول ست شهور بس هم جايين تعذيب الشعب العراقي، يعني تدميره كليا. نعم. فهم دول يعني ازمه وراء ازمه، يقول لك احنا شلون هذاك سوى فساد. هم الشعب يعرفون كم وزاره احترقت مال العمولات والاوراق يعني الاشياء مال يعني مال الصادرات، ويعني وزاره الصحه احترقت الطابق من الطوابق مال المشتريات وكذا. فهم دول حراميه لصوص قتل مجرمين، ما يهم الشعب العراقي، يوميا مدخلين باحمد. واحد يفضح الثاني يقول له انت فلان بوغت، هذاك يقول انا انت هم بوغت. وما يعرفون يعني ما يعني مو جلدوله. نعم. فالحال صح شايتك اخوي عمر، الحال ما يجي بين يوم وليله، لازم صبر. نعم. لازم واحد يعني يعرف شلون يتصرف. واحنا بلد يعني محتل من كل الدول، لا تقول لي ايران وامريكا، لا، كل الدول محتلتنا. نعم. فاحنا لازم نكون ايد واحده ونعرف نتصرف. يعني هذا النازحين، هذا المطر يعني صار بيهم. نعم. لو عندهم غيره، حتى ربعنا السنه يعني ما اعرف يعني كل واحد اجى فريق خامنئي وجاله الروح، ليش ما ترد؟ ليش ما تاخذ؟
بتاخذ رضا رب العالمين؟ رضا رب العالمين هو هذا عبد، بس الله الله هو خالقك، اكسب رضاه يجد طول العجم. نعم أنا أشكرك الله. أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. أحد الأخوة أرسل رسالة، والله الاسم ما موجود، المهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور أعدائكم أعداء من صدور عدوكم أو أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قال يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يقول هذا هو حال العراق اليوم، الناس تخاف أن تخرج في تظاهرات لأنهم يخافون أن تقتلهم الحكومة. يا شعب لابد من التضحيات لكي نستعيد كرامتنا وشرفنا. رسالة أخرى وأخيرة يقول فيها السلام عليكم، يقول كل ما أريد قوله هو أن الشعب العراقي أصبح تحت أيدي عصابات ومافيات متسلطة، ولا بديل للخلاص منهم إلا بتضحيات تبدأ أولا من أصحاب المعرفة الذين هم من يعلم بظاهر الأمور والمخفي، والله أعلم، الله الذي يعلم الأمور المخفية. طبعا هو يقصد أنه اللي موجود في الساحة، الله أعلم. يقول لابد من قيادة واعية وعلى دراية، نعم بالفعل، ودراسة بكيفية الانتفاضة وتهيئة مستلزمات النجاح لذلك. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.